في كل شهر رمضان يعود الحديث عن قلة ساعات النوم عند الكثير من الصائمين، خاصة الطلبة والموظفون الذين يتوجب عليهم الاستيقاظ باكراً. كنت ما نرقدش، كنت شوية مضطرب في النوم، درت حادث قريب مت. أنا في لابيادو تاع لي زيكزام ودوكاتيك وجاو مع رمضان، نقرا في الليل، باسكو مع الصباح هذيك تنوض طافي وتنوض عيان وقاعيتك وماشي شابع نعاس. المختصون في طب النوم يفسرون العلاقة بين قلة ساعات النوم ونقص مردودية الفرد في نشاطه اليومي. السيكل تاع النوم هذاك ما راه رايح يكون مقطع، إذنك يأثر سلبيا على لاكاليتي تاع الإنسان، كيفاش يكون في النهار، يكون نعسان، يكون مقلق، باسكو خاصو النوم. أفضل أنه الإنسان كيكمل التراويح نتاعو يدخل للدار، ماذا به يرقد قبل السحور، وبعد كي نوض للسحور نعاود نولي، باسكو دوك السحور 4 تاع الصباح، دوك نقدر اسي نزيد نعوض شويه، باسكو المهم ما نرقدش قل من 6 سوايع. اضطراب الساعه البيولوجيه للصائم خلال شهر رمضان امر طبيعي، الاطباء ينصحون بالنوم باكرا اضافه الى التعرض لضوء الشمس الذي يساعد على مقاومه النعاس. اذا كان الانسان ما شبعش النعاس، ما رقدش مليح لافاي، وكان لازم ينوض يخدم ولا يروح يقرا، لازم يعرف بلي لازم يعرض روحه للضوء، ما لازمش تكون لوبسكوريتي، يفو ايفيتي يلبس النظارات الشمسيه ويخرج لبرا باش يحبس افراز الهرمون النعاس اللي هو الميلاتونين من طرف الساعه البيولوجيه. شهر رمضان له فوائد صحيه على جسم الصائم، والحفاظ على عدد ساعات النوم الكافية يضمن التأثير الإيجابي لهذا الشهر الفضيل على صحة الصائم.